نسأل الله الكريم أن يبارك في أخينا وأولاده وأهله، أن يبارك في هذه المناسبة وأن يجعلها مناسبة سعيدة، وأن يبارك في الحاضرين أجمعين. وبعد، ما أسعد المسلم حين يقبل على الله عز وجل، فما أسعد المسلم وهو يعيش في معية الله ويربط حياته بالله عز وجل في كل مناسبة وفي كل حركاته وسكناته، في حضره وسفره، في فرحه، في كل حالته، في غناه وفقره، في عافيته ومرضه. دائما المسلم متعلق بالله عز وجل، المسلم دائما يجب أن يتعلق بالله قولا وفعلا، نية وفكرة، حتى يعيش مطمئنا في حياته، مطمئن مع نفسه، مطمئنا في أسرته، لأن البشرية اليوم تعيش القلاقل، تعيش المشاكل، تعيش المصائب، تعيش الأمراض، تعيش الأدواء، فعلاج كل ذلك هو في الرجوع إلى الله عز وجل، هو في الالتجاء إلى الله، هو في التضرع إلى الله، وفي عبادته وفي طاعته سبحانه وتعالى، وفي التمسك بكتابه وبسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يخبرنا سبحانه وتعالى أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مؤمن بربه، مؤمن بأمر ربه ونهيه، فلنحيينه حياة طيبة. الطيبة كلمة شاملة جامعة، جامعة لخير الدنيا والآخرة. يأكل الإنسان طيب وما طاب، فيكون طيبا في أكله شربه وفي يقظته وفي منامه، يشعر بالطيبوبة في من حوله في أسرته، يعيش حياة طيبة. ولذلك نقول: المال الطيب والمال الخبيث، هذه الحياة الطيبة. هناك حياة طيبة وهناك حياة خبيثة. الحياة الطيبة هي في القرآن، في ذكر الله، في طاعة الله، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فطر الإنسان الطيب مبتسما في وجهه، محياه دائما عليه الابتسامة، فرح مسرور، تراه ترى المسلم مسرورا طيبا، مسرورا في نفسه، سعيدا مع نفسه وفي حياته، كلامه طيب، المسلم كلامه كله طيب، قوله طيب، فعله طيب. وهدوء إلى الطيب من القول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا طيبا، لا ينطق بالفحش ولا بالتفحش، لا يسب، لا يشتم، بل ولا يبغض أحدا، لا يكره أحدا، لا يحسد أحدا، لا يظلم أحدا، لا يخذل أحدا، لا يعادي أحدا، لا يأكل الحرام، لا يأكل ما فيه شبهة، لأنه طيب، ولا يدخل إلى بيته إلا ما هو طيب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيأكل الطيب ويتعامل بالطيب ويصاحب الطيبين، يصاحب مجالس المجالس الطيبين، مجالس الطيبين، مجالس الصالحين، مجالس الصادقين. فهو في كل مناسبة وفي كل مكان وفي كل زمان مع الحق، مع الله جل شأنه.